اللقاء السابق. بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى راح نحكي عن تأثير النشاط البدني على الجهاز العضلي، من ثم سوف نبدأ بالحديث عن القوام والرياضة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نقدر نغطيهم بهذا اللقاء. أول شيء، الهدف الأول مراجعة اللقاء السابق اللي هو تأثير التدريب الرياضي على الجهاز الدوري التنفسي. في اللقاء السابق بدأنا بالحديث عن تأثير النشاط الرياضي على الجهاز الدوري التنفسي. فكان عنا حكينا إنه تأثير الرياضة على الجهاز الدوري التنفسي بينقسم لتأثير أو تغيرات مؤقتة وتغيرات دائمة، سواء على تغيرات فسيولوجية أو تغيرات كيميائية موجودة عنا. بدأنا بالحديث عن التغيرات المؤقتة للجهاز الدوري التنفسي، حكينا إنها هي عبارة عن تغير كاستجابة للنشاط البدني، من ثم يعود الجهاز الدوري لحالته الطبيعية. وذكرنا عدد من هاي التغيرات، منها زيادة في معدل ضربات القلب. هلأ بالحالة الطبيعية بيكون عندنا معدل إنه مع زيادة معدل ضربات القلب، بيكون ضربات القلب طبيعية تمام. عند ممارسة النشاط الرياضي بزيد طلب عندنا بزيد الطلب على الأكسجين ونقلها عبر الدم إلى الخلايا العضلية لإنتاج الطاقة، فبزيد عندنا النبض من 170 ضربة في الدقيقة مثلا ل 180 ضربة في الدقيقة. كمان بما إنه عندنا زيادة معدل ممكن ضربات تقطعك القلب، شوية تفضلي. تحكي شوي شوية. تمام، هلا نرجع نعيد نحكي لأن شكلنا أسرعنا شوية. إنه حكينا ممارسة النشاط الرياضي له تأثيرات على الجهاز الدوري التنفسي. هاي التغيرات بتنقسم لقسمين، إما تغيرات مؤقتة أو تغيرات دائمة. التغيرات المؤقتة هي تغيرات بتكون كاستجابة للنشاط البدني، بعدها الجهاز التنفسي بعود لحالته الطبيعية. كان عندنا عدد من هاي التغيرات، فينا نذكر منها زيادة معدل ضربات القلب. مثال على ذلك، بيكون عندنا بالطبيعة معدل ضربات القلب 170 ضربة في الدقيقة، فبتزيد مثلاً ل 180 ضربة في الدقيقة. بما أنه عندنا زيادة لمعدل ضربات القلب، تفضل دكتور. الأصل كديش بيكون؟ أنا أعطيت مثال تقريبي أنه مثلاً 170 ضربة في الدقيقة. الإنسان بيقدر في الطبيعة 170 ضربة في الدقيقة؟ لا لا، يعني 70 بكون، بعدين لما وقت النشاط بصير 170 180 120 ممكن. صحيح، بالضبط، لأنه بيكون الطبيعي بيزداد ل 170 أو 180 حسب الجهد البدني، سواء كان أكسجيني أو لا أكسجيني. ثانيا، بما أنه في عنا زيادة في معدل ضربات القلب، رح يكون في عنا زيادة في حجم الدم المدفوع من القلب أثناء ممارسة النشاط الرياضي، لأنه فترة الرياح عندنا القلب الرياضي بضخ حوالي 5 لتر دم في الدقيقة، بس بعدين بزيد في بسبب الجهد الرياضي. عندنا ثالثا من هاي التغيرات زيادة حجم التهوية الرئوية في الدقيقة. شو يعني زيادة حجم التهوية الرئوية في الدقيقة؟ إنه تعني كمية الهواء المطروح للخارج في الدقيقة بتكون ناتجة عن عدد مرات التنفس في الدقيقة في حجم التنفس في كل شهيق موجود عنا. وكمان عنا لابد إنه من وجود هاي التغيرات المؤقتة رح يكون في عنا زيادة الضغط الدموي أثناء الجهد البدني. وشو يعني الضغط الدموي؟ عبارة عن ضغط الدم الواقع على الأوعية الدموية الموجودة عنا. وكمان عندنا من أهم برضو التغيرات المؤقتة، رح يكون موجود عندنا زيادة في عدد كريات الدم الحمراء، زيادة في عدد كريات الدم البيضاء، زيادة في عدد الصفائح الدموية، وزيادة في حمض اللاكتيك وسكر الجلوكوز. تمام، هاي عبارة عن تغيرات مؤقتة. أما التغيرات الدائمة، التغيرات الدائمة كل ما استمرينا بالتدريب الرياضي لفترة طويلة، يعني باستمرارية مارسنا وباستمرارية وانتظام مارسنا النشاط الرياضي، رح يكون في عنا تغيرات دائمة، منها تحسين الكفاءة الوظيفية للقلب. طبعا الأستاذ رافي عصفور شرحهم بالتفصيل في
في المحاضرة السابقة، بالإضافة إلى زيادة حجم الدم الكلي لدى اللاعب، حكينا كمان إنه حتى عندنا الزيادة المؤقتة في مكونات الدم، كريات دم حمراء، بيضاء، صفائح دموية وغيرها. وعندنا كمان عندنا بتزداد الهيموغلوبين بالدم وهو كتير مهم، وبتزداد عندنا كفاءة الجهاز الدوري والتنفسي من خلال توصيل الأكسجين من الرئتين إلى الدم، وبالإضافة إلى تحسين كفاءة أنسجة الخلايا العضلية. هلا هذا انه اتممنا الحديث او اتممنا الهدف الاول من هذا اللقاء، اما الان سوف نبدا بالحديث عن تاثير النشاط الرياضي على الجهاز العضلي. فالتاثير بيكون بتغيرات فسيولوجيه او تغيرات كيميائيه موجوده عندنا في الجهاز العضلي. فبرضه بما انه عندنا تغيرات، رح نقسم التغيرات لنوعين: تغيرات على الجهاز العضلي مؤقتة، وتغيرات على الجهاز العضلي دائمة. دكتور معلش ترجع للقبل من هادول. أيوه في كمان قبل من أول وحدة. هلأ أول شيء موجود عندنا صورة للجهاز العضلي، طبعا أكيد كلنا بنعرفه من زمان درسين وعارفين شو الجهاز العضلي. معرفين الجهاز العضلي إنه هو أحد أهم أجهزة الجسم، له دور أساسي في وظائف الجسم المختلفة. يعني هو يعني كأي جهاز، كالجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز العضلي له أهمية كبرى وأساسية في إنه عمل وظائف الجسم، كان من أهمها الحركة. فإن العضلات لها القدرة على الانبساط والانقباض والتحرك معها أجزاء الجسم المتصلة بها. فالعضلات بتكون متصلة بالعظام والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية، ويمكن القول هذا باختصار لكل التعريف اللي حكيناه للجهاز العضلي، إنه العضلات مسؤولة عن كل الحركات اللي بيقوم بها الجسم، وذلك عند انقباض العضلة أو انبساطها. وبيبين عندنا هذا سواء إنه بكل أمور حياتنا، سواء بالمشي، سواء بالأداء النشاط الرياضي المستمر وغيرها. وعندنا طبعاً أنواع للعضلات إحنا بنعرفهم، سواء عضلات هيكلية، ملساء قلبية وغيرها من العضلات. أما الآن سوف نبدأ بالحديث عن التغيرات المؤقتة في الجهاز العضلي. شو يعني تغيرات مؤقتة؟ حكينا تغيرات تحدث أثناء ممارسة النشاط الرياضي، بعدها بترجع لحالتها الطبيعية. فهلأ عنا التغيرات اللي بتطرأ المؤقتة اللي بتطرأ على الجهاز العضلي تختلف حسب النشاط الرياضي اللي بنمارسه. فهلأ عنا التغيرات المؤقتة تحدث بعد وحدة تدريبية واحدة، يعني في نفس النشاط الرياضي اللي أنا قمت فيه تحدث عندنا تغيرات. منها فمثل ما حكينا هلأ، أولاً إنه التغيرات المؤقتة تكون عبارة عن تغيرات استجابة للنشاط البدني، من ثم يعود الجهاز العضلي لطبيعته. أمثلة على هذه التغيرات: أول إشي عندنا زيادة ضخ الدم الوارد من القلب للعضلات العاملة بكثافة، وحكينا شو أنواع العضلات، وإنه العضلات بترتبط بجميع أجزاء الجسم، من عظام، من أوعية دموية، فهي بتعمل على زيادة ضخ الدم من القلب لهاي العضلات الموجودة عندنا والأجزاء الموجودة عندنا. عند ممارسة النشاط الرياضي بصير عندنا زيادة حجم أو محيط العضلات. إحنا حكينا إنه الجهاز العضلي بممارسة النشاط الرياضي إنه بتمدد في أثناء النشاط الرياضي، فهذا بيعمل على زيادة حجم أو محيط العضلات، بس مع الوقت ومع أخذ وقت الراحة بتعود العضلات زي ما كانت. زيادة التوتر، ثالثاً زيادة التوتر العضلات العاملة في النشاط البدني. شو يعني؟ هنا التوتر هو عبارة عن انقباض جزئي المستمر أو السلبي للعضلة، فهذا بيساعد على الحفاظ على وضع الجسم ضد الجاذبية. وفينا نحكي إنه حدوث بعض التغيرات الكيميائية في العضلة، شو مثل
مثل التغيرات الكيميائية، سواء عنا بتزيد الهرمونات الموجودة عنا، بتزيد المواد الكيميائية الموجودة عنا. وأنا حطيت لكم مثالين تقريبا، أو مثال هي كم مثال حاط. الأندروفين هذا اللي بزيد إنه عند النشاط الرياضي، فهو اللي بعض الإنسان البهجة والسرور والراحة. وعندنا هرمون الأستروجين كمان، هرمون استمداد الطاقة من الكربوهيدرات أو الدهون، فهذا كمان عند ممارسة النشاط الرياضي بتم إفرازه بشكل كبير. وكمان عند ممارسة النشاط الرياضي يكون تأثيره على الجهاز العضلي بقل مخزون الطاقة الموجود في العضلات. وحكينا لما بدنا نسترجع مخزون الطاقة برضه من الراحة وغيرها. لا اللي بعده دكتور. هلا بدنا نحكي عن التغيرات الدائمة اللي بتحدث في الجهاز العضلي. التغيرات الدائمة فينا نحكي إنه هي مع النشاط الرياضي المستمر بصير عندنا تغيرات بتضلها في الجهاز العضلي للإنسان. فبدنا نقسم هاي التغيرات لعدة تغيرات. عندنا التغيرات التشريحية المورفولوجيا، عندنا تغيرات فسيولوجية، عندنا تغيرات عصبية، وعندنا كمان تغيرات بنائية كيميائية وتغيرات الإنترومترية. أولا التغيرات التشريحية. التغيرات التشريحية بتكون عندنا كالتالي، سواء في عضو، حالة أو نسيج. منها زيادة في حجم الجهاز العضلي. أنتم شايفين الصور، الجهاز العضلي هذا عند ممارسة النشاط الرياضي بشكل دائم. ونشوف يعني نيجي نعطي مثال إنه اللي بيلعبوا المصارعة، فمن التدريبات المستمرة بصير عندهم حاجة زيادة في حجم الجهاز العضلي. أولا هاي من التغيرات التشريحية، الشيء من الشكل التشريحي سواء بالهيكل الموجود عند الشخص أو بتكوين العضلات على هاي على الجهاز الهيكلي. فحكينا أولا زيادة في حجم الجهاز العضلي، وحكينا شو يعني زيادة في حجم الجهاز العضلي. ثانيا زيادة حجم الألياف العضلية نتيجة زيادة المقطع العضلي. إن الألياف العضلية المكونة للعضلات برضو بتزيد، بزيد حجمها. وزيادة حجم الألياف العضلية السريعة، وهاي هي العضلية الألياف العضلية السريعة هي اللي بتعتمد على إنتاج الطاقة بواسطة استخدام الأكسجين أو حرق الجلوكوز دون استخدام أو دون عادة بتكون عندنا أو بتتركز بالرجلين والذراعين. وعندنا كمان إنه من التغيرات الدائمة على ممارسة النشاط الرياضي بالجهاز العضلي زيادة كثافة الشعيرات الدموية الموجودة في العضلات. هاي عندنا التغيرات التشريحية اللادائمة. أما التغيرات العصبية فينا نحكي إنه اللي هي تغيرات مرتبطة بالجهاز. عندنا بنعرف إنه عندنا جهاز عضلي، بس عندنا هون تغيرات عصبية مرتبطة بالجهاز العضلي نفسه، فبتعمل على تنشيط زيادة تنشيط الجهاز العضلي، إشي له دخل بالأعصاب. أنا لما بدي أمارس النشاط الرياضي بشكل مستمر، فهاد بنشط عندي العضلات لأنه بيكون فيها سواء إنه بيكون فيها الأوعية العصبية أو أشياء عصبية موجودة في العضلات، فبتتنشط. تحسين تزامن عمل الوحدات الحركية، إنه تزامن عمل إنه أنا يمكن ما بشعر بالتعب لما أمارس النشاط الرياضي بشكل مستمر، فهذا بيعمل عندي تزامن. تخفيض ردود الأفعال المنعكسة. يعني ارجعي لها هم شو تسوي اللي كبر إيش دكتور؟ النقطة اللي كبر تحسين تزامن عمل الوحدات عمل الحركية، الوحدات الحركية. وضحيها لأن أنا متأكد مش فاهمينها. هلا حكينا تحسين تزامن عمل الوحدات الحركية شو يعني؟ كالتالي إنه أنا بدي أمارس النشاط الرياضي بشكل مستمر، فعند كل فترة بين هذا النشاط الرياضي وهذا النشاط الرياضي المستمر بصير عندنا شيء اسمه تزامن، ويمكن إحنا بنعرف شو معنى التزامن. فهذا إنه بخلينا يعني بنفس النشاط اللي عملنا فيه التمرين الأول نعمل التمرين الثاني بنفس هذا النشاط أو بنفس فترة الراحة الموجودة عندنا إنه ناخدها. شو يعني تزامن؟ حدا فهمني اياها للطالبة، إذا أنت فهمتيها يا لينا؟ شو يعني تزامن؟
اه دكتور انا فاهمة حسب ما حكيت لك، يعني مش قادر اوصل لك اياها اكتر. طيب البنات الموجودات حدا يفهم لي اياها، انا مش فاهمها. هو انا متاكد زمن انه حدا يعني بيجي بيفهم. بنفس، يعني بيجي بنفس الوقت مع بعض هيك بتزامنوا. كيف يعني؟ هاي تعطيني مثال عليها عشان اضمن اشعر انك فاهمينها. مثال شوي. شعر أعطيني مثال يا لينا. شوي دكتور أفكر. إذا حدا بيعرف غير لينا يحكي، لأن هذا مهم يعني. أنتم بركوش عشان بتجيش بسؤال في الامتحان بتعرفوش، بجوز أجيب لكم إياها مثال، أنا أجيب لكم إياها يعني مثل ما هي يعني. في حدا بيعرف وين؟ وين دانا؟ دانا برغوثي. دانا البرغوثي وين راح؟ شغلت المحاضرة ونامت. ما نمتيش؟ لا لا موجودة. لا بحس بسنين والله. لا دانا اعطينا مثال على هذا الشغل. تعرف على هلا شو؟ ما فهمتني، عشان كذا ضليت ساكت. دكتور خليني، يمكن انه حسب ما انا فهمتها انه خلال الشرح، يعني وانا بعمل في الباوربوينت او بشرح في المادة، انه الوحدات الحركية انه كيف بتكون، انه بتختلف في سرعة استجابة اليافها يعني وحدة بين حركية؟ الالياف شوي شوي، شو يعني وحدة حركية؟ الوحدة الحركية، النشاط الرياضي اللي بتقوم فيه العضلات. لا، الوحدة الحركية هي عبارة عن الألياف العضلية والعصب اللي بغذيها. حكيت العصب بغذي مجموعة وحدات حركية، مجموعة ألياف، صح؟ صح؟ تمام دكتور، مش تمام. اللي في العصب، العصب بغذي مجموعة من الألياف، يعني بتكون مسؤول عن مجموعة من الألياف، ماشي؟ حكيت هذا بنسميها مع بعض وحدة حركية. حكيت إحنا في التدريب شو بنشتغل؟ إن الشخص لما يكون في مهارة معينة إنه يصير في عندي مجموعة من الوحدات الحركية تشتغل مع بعض، بدل ما بكت تشتغل مثلا وحدتين حركية بنخلي مثلا 6 وحدات حركية تشتغل في نفس التمرين. فهذا شو بحسن عندي؟ بحسن عندي القوة. حكيت مثلا بتلاحظي جزء مثال ضربناه المرة اللي فاتت، كنا لما واحد بيلعب رمي كرس أو دفع قلة أو بيلعب أي لعبة معينة بتلاقي عنده قوة، بس ما فيش عضلة ضخمة لأنه مساحة المقطع العضلي إلا دخل في قوة العضلة، صح؟ طب كيف هذا عنده قوة وفيش عنده مساحة وسيعة لحجم المقطع العضلي؟ السبب بيكون شو؟ إن عدد الوحدات الحركية اللي بتشارك معاه في هذه المهارة بتكون عالية، عشان هيك هو لما يهاجم في كرة الطائرة فش هالقوة العالية في إيديه، يعني شكليا في المقطع العضلي في مساحة المقطع الترشيح للعضلة، لكن عدد الوحدات الحركية اللي بجندها من عضلات الظهر وعضلات الذراعين وعضلات الكتفين وعضلات الرجلين بجندهم مع بعض اللي يشتغلن بتزامن في نفس اللحظة. واضحة لينا؟ إيه تمام دكتور، واضحة. يعني فينا نحكي باختصار إن الوحدات الحركية إنه تختلف في سرعة استجابة أليافها إن الألياف الموجودة عندنا بتختلف في استجابها للانقباض العضلي، فهن ما بظهر تزامن في عملها في البداية، فهون بصير عندنا تزامن إنه تقريب توقيتات استجابتها اللي تعمل معا في توقيت موحد بقدر الإمكان، صحيح؟ صحيح. يعني مثلا لينا أخرى مرة، يعني مثلا احنا اول ما يبلش الواحد يشتغل يتدرب، مثلا واحد شال الطاولة لحاله، حكيت بدنا نعتبر ان اجى شخص ثاني معي شال معي الطاولة، هذه الوحدة الحركية، وكأني انا استخدمت اخرى حدا يساعدني في نفس الشغل، فانا بزيد عدد الوحدات الحركية. هذا في تدريب في الرياضة بنسميه تدريب البليومتري، تدريب الباليستي، هذول احسن طريقتين في تحسين عدد الوحدات الحركيه اللي بيشتغلوا. فاحنا بنستخدم هذول نوعين من التدريب في تطوير وزياده عدد الوحدات الحركيه، فانا وكاني بجيب حدا يشيل معي نفس التمرين. انا بدي اشيل طاوله صار معي 4 اشيل طاوله صارت اخف علي. بنفس الطريقه انا بدل ما بكى مثلا
عدد اثنين او ثلاثة من الوحدات الحركية بصير عندي ستة من الوحدات الحركية في نفس الوقت بشتغل في التمرين، في نفس التمرين، فبتزيد عندي القوة. يلا كمل. وهلأ الأخيرة تخفيض ردود الأفعال المنعكسة التثبيطية، فبنعرف إنه هي إنه الاستجابة الفورية للمحفز أو الحركة اللا إرادية، والانعكاس الحقيقي هو سلوك المكتسب من محل الانعكاس اللي هو الموجودة عندنا. هاي ردود الأفعال بتنخفض، وحكينا شو هي ردود الأفعال: الاستجابة الفورية للمحفز أو الحركة اللي هو النشاط الرياضي. طيب اسأليهم حدثهم ما هذه، اسأليهم علينا، ما انت المعلمة. زميلاتي فهمتوها؟ شكلهم فاهمينها. شكلهم نايمين. والله تأخرت عليهم يا دكتور، كانوا مقررين يناموا. بمز آخر حصة بتعاتبوني وتصور بتسمية. يلا كملي لنا. تمام دكتور. هلأ ثالثا ممكن رح نحكي عن لو سمحت، التغيرات الفسيولوجية. ممكن تجي آخر نقطة بس؟ آخر نقطة، لحظة شوي. تخفيض ردود الأفعال المنعكسة التثبيطية. شو يعني ردود الأفعال؟ هذا لينا تخرفت، انا اعطيك مثال عليه. في عندنا شيء اسمه عمليات الكف، وفي شيء اسمه عمليات الاستثارة في الشغل في العمل العضلي، صح؟ تعرف هذا حدش ولا لا؟ لكن احنا بس نبلش نتدرب في اي مهارة بصير عندنا عدم توازن بين عمليات الكف والاستثارة. فهلقيت لو كنا يا لينا بدي اروح اعلمك السباحة، انت لما تنزل في البرتش شو بتسبحي؟ بتشغل كل عضلات الجسم في نفس اللحظة، صح ولا لا؟ صح؟ فبصير عندنا نوع من التعب، لأن إيش؟ لأن عندنا عمليات استثارة عالية في جميع عضلات الجسم مستثارة. طيب هكذا بعد فترة من التدريب وأنا أسبح شو بصير عندي؟ بصير عندي أسبح البرتش رايح جاي وما فيش عندي مشكلة. طب شو اللي صار؟ صار في عندي توازن بين عمليات الاستثارة وعمليات التثبيتية اللي هي عمليات الكف اللي انت بسميتيها التثبيتية. هكذا لما يصير في عندي توازن بين عمليات الاستثارة والكف، معناها اني صرت اشغل المجموعة العضلية المناسبة. فبدل ما بكيت اشغل كل جسمي في نفس اللحظة وبتعب وبدون ما اعرف ان العضلات اللي لازم اشغلها في التمرين، فبصير في عندي توازن في الراحة، بصير انا اشتغل بدون ما اتعب. هذا اللي بيختلف بين واحد متدرب وواحد مش متدرب. المتدرب عنده توازن بين عمليات الاستثارة والكف، اللي مش متدرب بكون عنده عمليات الاستثارة عالية بتفيد جميع العضلات. فعمليات التثبيت وعمليات التوقيف، يعني لما بدي أقول لهذا العضلة وقفي تشتغليش مش دورج، عشان أنا ما أجهد كل الجسم في نفس اللحظة واستنفذ كل الطاقة الموجودة عندي وأصير ألهث وأتعب بسرعة. فهذا المقصود، أن البني آدم مع التمرين بصير عنده زيادة في عمليات إنه يوقف هذا العضلة. أنا بدي هاجم في كرة طائرة بهذا الشكل، خلاص ما دخل العضلات الموجودة في الجهة الثانية في منطقة الكتف، ما دخل العضلات الموجودة في الرجلين، خلاص بستخدم العضلات اللي فقط لازم استخدمها. واضحة؟ فلحتوا معي يا جماعة. وين راحت الحجة اللي بكت تشرح لنا؟ وين رحت يا لينا؟ لينا؟ لينا طلعت؟ يا جماعة مش هون يا دكتور لينا. لوين راحت؟ يمكن قطع عندها، انقطع عندها النت أو طلعت من المحاضرة. طلعت زعلت بجوز، قالوا لي زعلها، قالوا لي زعلها فيكم. احكي للدكتور دخلني راح النت عندي وأجي. شو؟ احكي للدكتور دخلني راح النت عندي وأجي. طب يلا ادخلي يا أختي، انت مش معطيتيني الهواء. هاي انا اياد، زمان دخلت قطع عندي النت. وين اياد؟ لينا اسف. خلاص طلعت، شكلها في الشنطه النت اصلا. طيب هذا حدا عنده استفسار على الموضوع هذا اللي حكيت فيه؟ إيه.
احنا حكينا الحصه اللي فاتت على فكره، انتم مش باكين فاهمين من الحصه اللي فاتت. شنو راح عند النت؟ فكيرة. طيب نروح على موضوع اللي احنا بنحكي فيه اليوم، اذا رجعت من جد شو صار. موضوع اللي هو القوام، نحكي عنه بشكل سريع. يعني ما شاء الله انا محضر دي، بس مشكلة شكل النت راح عندي. حدا بيعرف شو يعني قوام؟ شو دخل الرياضة في القوام؟ القوام هو شكل الجسم، يعني شكل الخارجي. قوام الجسد. الجسم، نعم صحيح. طيب القوام يا جماعة، الناس بلشت تهتم في القوام من يوم ما انخلقت على الأرض. ليش؟ لأن التشوهات القوامية أصلاً موجودة عند الإنسان من وين؟ من الأزل. لكن اختلفت نظرة الناس للقوام والتشوهات القوامية وشكل الجسم من فترة لفترة. فبكيت تلاحظوا أن في الزمانات بخلوا الناس ينظروا للشكل الخارجي للجسم بطريقة مختلفة عن اليوم. يعني جزء زمان بخلوا يقول لك اللي عند ناصحة شوي وملان وما شاء الله أنه هذا جسم حلو. اليوم لا، اليوم بدوروا، رجعت لنا اليوم بدوروا على إشي ثاني، أنه بقول لك لا، الجسم المتناسق اللي يكون نحيف يكون أفضل. فالقوام اختلفت نظرته من دولة لدولة. دكتور أسف إنه طلعت، بس طفت الكهرباء عندنا وهيك. أنت مش حبيبتيني، أنا بعرف. الله يسامحك دكتور، والله قطعت الكهرباء عندنا، حتى انجنيت على أهلي. لا ما شاء الله عندك، يعني أعطيت محاضرة ممتازة. تحبي تكملي ولا أكمل أنا؟ دكتور حابة أكمل، كنت متحمسة للموضوع، إجت الكهرباء. أنا آسف حكيت عليك. لا انت اللي حكم علي والله. لا انت اللي حكم علي. يلا كملي. تمام دكتور، هلا حكينا عن تغيرات تشريحيه في عضو حاله او نسيج، وحكينا عن تغيرات عصبيه وذكرناهم، بس انا كنت اشرح لزميلتي اخر شيء سمعتيه الموضوع اخر نقطه. طيب خلص تمام. هلا احنا مين اللي سالت عنها؟ جوليا. دكتور وضحت لك يا جوليا؟ نعم وضحت النقطه الاخيره واضحه. اللي تخفيض ردود الافعال المنعكسه التثبيطيه واضحه من الدرس. واضحه. تمام. هلا رح نحكي عن التغيرات الفسيولوجيه الموجوده عندنا بالعضلات. من أهم التغيرات الفسيولوجية الموجودة عندنا في العضلات، أولاً زيادة عدد الألياف العاملة بالعضلة أو المجموعات العضلية المدربة. هلأ أنا بدي أركز على هاي، إنه خلص زيادة عندنا ألياف موجودة في العضلات، هاي بممارسة النشاط الرياضي المستمر بتزيد عندنا عددها جوا العضلات أو المجموعات العضلية المدربة. هلأ المجموعات العضلية المدربة شو يعني؟ المجموعات العضلية المدربة مرات اللي بيلعبوا النشاط الرياضي بيركزوا على عضلات موجودة عندهم، سواء بالذراعين سواء بالقدمين سواء بالصدر سواء يعني هاي العضلات انه هدفهم انهم يدربوها. هاي عضلات مدربة. شو يعني؟ انه عضلات موجودة في الجسم بحتاج انه اللاعب النشاط الرياضي بده يدرب هاي العضلات، سواء انه يكبرها سواء انه يخليها نشيطة وهيك. هاي النقطة الأولى. أما ثانيا زيادة مساحة مسطح الدورة الدموية. أي ما هي الدورة الدموية؟ أي الشبكة الوعائية المخزية للعضلات الهيكلية بالأكسجين ومصادر إنتاج طاقة. حكينا طول ما عنا ممارسة نشاط رياضي مستمر بيأثر على العضلات وعلى المكونات للعضلات، سواء بزيادة مساحتها محيطها حجمها، فهذا بيساعد عنا نحصل على كمية أكبر من الأكسجين وإنتاج الطاقة بشكل أكبر. ثالثا زيادة عدد الألياف العصبية والنهايات الفرعية المغذية للألياف العضلية. حكينا إنه العضلات بتحتوي على ألياف، ألياف عصبية وأنواع مختلفة من الألياف ونهايات فرعية وأوعية دموية، فهاي ممارسة النشاط الرياضي بيأثر على الجهاز العضلي بإنه بيزيدها.
زيادة عدد أجسام الميتوكوندريا وتناسب ذلك ونوع النشاط التخصصي. طب هلا أنا عندي سؤال، شو يعني شو الميتوكوندريا؟ أو لشو إحنا بنستخدم الميتوكوندريا؟ حدا حاب يجاوب؟ لإنتاج الطاقة. ممتاز. هلا عندنا الميتوكوندريا هي عبارة عن عضيات موجودة في السيتوبلازم في جميع خلايا جسم الإنسان، فهي الجزء الطاقة الرئيسي اللي بيكون موجودة في الخلايا. طب هلا عندي كمان سؤال عن الميتوكوندريا، الميتوكوندريا كيف بتقوم بإنتاج الطاقة؟ عند حدا جواب؟ شو السؤال؟ يمتلك غشاء داخلي بيساعد على إنتاج الطاقة؟ هلا أوكي، بس إنه شو الإشي اللي بتعتمد عليه حتى تحوله للطاقة؟ ما في إجابة؟ ياكل دهون. هلا رح أجاوب. هو هيك تقريباً. أيوة هيك صحيح. خلي مرة تمشي. يعني بتمنى لو عندي إجابة بس الصراحة نسيت. كنت بحكي إنه أتوقع بتحول السكريات والدهون بتحولهم لطاقة. بالضبط بالضبط. عندنا الغذاء اللي بدخل لجسم الإنسان الميتوكوندريا بتأخذ هذا الغذاء وبتحوله من غذاء إلى طاقة. تمام؟ تمام. تمام واضحة. هلأ النقطة اللي بعدها الاحتفاظ بمخزون كبير من الطاقات والهرمونات، من أهمها طاقة الرابطة الفوسفاتية HEBPC، وعندنا الجليكوجين الجليكوجين اللي هو اللي بتستخدمه بالعادة لبناء الـ HEB في التفاعلات الهوائية الأكسجينية. هلا النقطة اللي بعدها القدرة على إنتاج انقباضات عضلية أقوى وتكرار ذلك في زمن أقصر. حكينا إنه الجهاز العضلي هو الجهاز المسؤول عن الحركة في جسم الإنسان، هو اللي بيقوم بالانقباضات والانبساطات المختلفة لعمل هاي الحركة، فممارسة النشاط الرياضي بشكل مستمر بيزيد على إنه إنتاج هاي الانقباضات بشكل أقوى وتكرارها في زمن أقصر. هلا النقطة اللي بعدها خفض حجم المقاومات الداخلية في العضلة في عضلة اللزوجة. فعندنا المقاومات الداخلية يعني هون فينا نحكي إنه بصير عندنا يعني مرونة أكثر في العضلات اللزجة. اللي بعدها التغلب على المقاومات الخارجية. شو يعني المقاومات الخارجية الموجودة عندنا؟ سواء جسم الإنسان أو الثقل أو المنافس في جسم الإنسان، هاي الجهاز العضلي بممارسة النشاط الرياضي بقاومها وبتغلب عليها بأنه بتساعده على زيادة الحركة والنشاط الرياضي عنده، وسرعة التخلص من مخلفات العملية الأيضية اللي هو التمثيل الغذائي الموجود عندنا في جسم الإنسان. تمام، هاي كان عندنا تغيرات الفسيولوجية. دكتور الصفحة اللي بعدها ولا حد تحكي شيء؟ لا ليش أحكي شيء. تمام دكتور. سمعتني؟ تفضل. هلا عنا هاي تغيرات، يعني أنا لما قرأت الدوسية ما كانت موجودة عنا، هي تغيرات البيكيميائية والبنائية. هلا إحنا لما ننتظم بممارسة النشاط الرياضي في كل فترة بصير عندنا تغيرات بيكيميائية وبنائية في الليفة العضلية. حكينا برضو إنه العضلة تتكون من عدد من الألياف. فكان من هاي التغيرات أولاً عندنا زيادة مصادر الطاقة الأساسية مثل HEB بنسبة 18% والفوسفوكيراتين بنسبة 22% والجليكوجين بنسبة 60%. أنا ذكرت لكم إنه هاي كانت عندنا تغيرات موجودة عندنا، ذكرتها سابقاً وشرحتها إنه بزيد عندنا إنتاج الطاقة وإنتاج الهرمونات المختلفة. عندنا زيادة أنزيمات الطاقة اللاهوائية عن طريق الجليكوجين، برضه هنا بيعتمد على إنه التغيرات الكيميائية الموجودة عندنا. حكينا إنه الجسم بتكون من عدد من المواد الكيميائية
اللي بتبني جسم الإنسان، فهي بيصير عليها تغيرات، سواء بزيادة إنتاجها للطاقة أو زيادة إنتاجها للهرمونات وغيرها. زيادة أنزيمات الطاقة حكينا، تغيرات في نشاط أنزيمات تحويل الـ ATP مثل الكيراتين وفوسفوكيراتين. رابعا، زيادة بسيطة في نشاط أنزيمات دورة كريس الهوائية. خامسا، عدم تغيير نوعية الألياف العضلية. الألياف العضلية الموجودة عندنا بتضلها ثابتة وما بتتغير، صحيح بزيد حجمها بس مستحيل إنها تتغير، بضلها هي. بزيد حجمها، بزيد إنتاجها للهرمونات وإنتاجها للطاقة. كيف يعني عدم إن تغيير؟ نقص كثافة بس وحجم. لينا بس صح؟ إيش؟ شو يعني عدم تغيير؟ آه دكتور. شو يعني عدم تغيير نوع الألياف العضلية؟ إنه حكينا إنه الجهاز العضلي بيتكون من عدد من الألياف العضلية، فهي الألياف العضلية إلها نوع، هي ممكن إنه دليل على إنه بس وجود نوع واحد من الألياف عنا، بضلها ثابتة حتى لو تغير النشاط الرياضي أو إنه استمرينا في ممارسة النشاط الرياضي. هذا يا ستي يا دينا، في عندنا احنا في العضلة نوعين من الألياف العضلية، بس أنا مش عارف مين جاب المعلومة هذا، أنا معلومة مش صحيحة يعني. لقيت في عندنا نوعين من الألياف العضلية، في عندنا نوع بسموه الـ FTF، في عندنا نوع بسموه الـ STF، النوع السريع والنوع البطيء. حكيت النوع السريع بتكون من ثلاث انواع، يعني انت لما نيجي نفحص اللاعب احنا بنقول مثلا العداء يولد ولا يصنع. شو يعني؟ يعني الولد اللي بيجي سريع، سريع من دار ابوه، بياخذ من امه وابوه هذول الجينات. فنوع الالياف العضليه اللي معاه سريع ماشي، او بيكون بطيء لمسافات التحمل، يعني هذه اللي بتكون عضلات هاضمه للسكر وعضلات مؤكسده للسكر. حكيت عدد نوع الالياف العضليه ممكن يتغير بطريقة إيش؟ يعني لو عندي واحد نوع الألياف العضلي اللي عنده 50% سريع و50% بطيء، هذا اللاعب وين بودي؟ بودي على التحمل. ليش؟ لأن في نوع من أنواع الألياف العضلية السريعة يمكن تحويله لنوع من الألياف العضلية البطيئة، لأنه هو بيمتلك صفات العضلات البطيئة اللي ممكن تتحول لعضلات هاضمة للسكر. فهنا قدرت أحول نوع من أنواع العضلات السريعة العضلات بطيئة، يعني صارت هذه 60% عند هذا الشخص عضلات بطيئة، فأنا حولت ممكن. لكن هي مثل ما ممكن اللي بتحكي فيه اللي أخذتيه على إن بنقدرش نحول العضلات البطيئة لسريعة أو السريعة لبطيئة بشكل عام، مزبوط ممكن، لكن فهذول موروثات من ربنا. يعني أنت بتورث نوع عضلات معينة من أهلك، أنت بتأخذ هذا النوع اللي سريع أو بطيء. عشان تلاقي العداء يولد ولا يصنع، يعني الولد بنولد سريع. ليش؟ لأنه أخذ نوع ألياف عضلية من أهله. كمل. أوكي، هنا فينا نحكي إنه هو بضل نفس نوع العضلات بس بصير تغيرات عليها، إنه زي إنه بصير قادر على إنه سريعة بطيئة، قادر على التحمل وغيرها. ماشي. هلا النقطة السادسة، إنه نقص كثافة وحجم الميتوكوندريا. حكينا الميتوكوندريا هي الجزء الأساسي للطاقة الموجود في خلايا جسم الإنسان، فإنه هاي من التغيرات إنه بتقل هاي، لأنه ممارسة النشاط الرياضي بأثر على الجهاز العضلي بإنه بيستنزف هاي الطاقة. بس عندنا بصير عندنا زيادة لحجم حجم اللويفات وحجم الساركوبلازم. سابعا بعد التضخم في الألياف العضلية السريعة، كما تظهر في زيادة نسبة الألياف السريعة إلى البطيئة. هذا هو تقريبا اللي حكيته دكتور، صح؟ تقريبا من كل اللي بعدها. يلا تمام. هلا النوع الأخير من، تفضلي. أول شيء يعطيك العافية. يزيدك عافية. دكتور عادي أطلع أنا؟ ليه؟ هيك عندي شغلة لازم أطلع. ضروري؟ ضروري ضروري. ضروري. شو اسمه؟ شهد؟ شهد بدوان. ماشي. شكراً لك. ماشي. يلا كمل. هلا التغيرات الدائمة الأخيرة على الجهاز العضلي تتمثل بالتغيرات الانترومترية، من اسمها الانترومترية
بتأثر على القياسات العضلية، قياسات العضلة الموجودة عندنا، فسواء في طول العضلة أو محيط العضلة مثل ما هو معطينا عندنا، يعني هاي بتكون ظاهرة على العضلات. تمام، زي ما حكينا الإنترومترية من اسمها. هلأ الموضوع اللي رح نحكي عنه، هلأ كملنا الهدف الثاني من هذا اللقاء، وهو اللي حكينا عنه تأثير النشاط الرياضي على الجهاز العضلي. هلأ رح نبلش نحكي بإذن الله سبحانه وتعالى عن القوام وعلاقته بالرياضة. فهلأ مين حاب تعرف لي شو يعني القوام؟ هذا من اللاتي موجودات معنا؟ يلا بطلت معنا، انتو نوش معنا. اجرب احكي؟ فضلي. مفيش غير سبحتي مصر. لكن انا يلا. هلأ لو تعريف القوام إن الوضع العمودي اللي بيمر به خط الجاذبية من مفصل رسغ القدم إلى مفصل الركبة إلى مفصل أو إلى مفصل الكتف حتى الأذن أو وأي خروج عن هذا الخط يعتبر انحرافا. بالضبط. هلا دكتور معلش عشان تبين للطالبات إنه تعين بالماوس من عندك. هلأ مثل ما حكت زميلتنا إنه هو الوضع العمودي. شو يعني الوضع العمودي؟ الإنسان عنا بيكون واقف بشكل عمودي مستقيم. هلأ بيجي عنا خط الجاذبية الأرضي بمر بجسم الإنسان، فبيبين لنا إنه القوام بتبين من خلال أول إشي من مفصل رسغ القدم إلى مفصل الركبة، من هون لهون مثل ما عمل دكتور رافي، من مفصل الفخذ لمفصل الكتف. تمام، وحتى ومن الكتف حتى الأذن، وأي خروج عن هذا الخط يعتبر انحرافا، والانحراف القوامي رح نحكي عنه برضه بالموجود معنا. فهاي مثل ما حكينا عن القوام. فهلأ القوام فينا نحدده في جسم الإنسان من خلال المفاصل الموجودة عنا. فهلأ عنا اختلفوا في تعريفات القوام. كان التعريف الأول مثل ما حكته زميلتنا، أما التعريف الثاني فكان هو موجود عنا المظهر والسلوك الذي يتخذه الجسم ويحدد بوضع المفاصل المختلفة التي تحكمها النغمات العضلية. برضه هنا كل القوام بيعتمد عنا عن المفاصل، من مفصل لمفصل بنحدد قوام الإنسان. لينا أنا أدي أحكي شغلة ممكن؟ تفضلي جنى. هسه إنه القوام إنه إلى تأثير واضح على المظهر العام للفارد وعلى مستوى اللياقة البدنية والصحية. إنه يعني القوام الجيد إنها بيشتمل على وضع الوقوف والركود والجلوس والمشي وصعود وهبوط الدرج، إنه كل الأوضاع والحركات اللي بنأديها حركات في يومنا، يعني من القوام الجيد اللي بتكون فيه أعضاء الجسم المختلفة بداء من الرأس والعنق والعمود الفقري والحوض والقدم تظهر على استقامة واحدة، وإن الفرد والقوام الخاطئ يكون عرضة للإصابة بألم الظهر والعنق، وتعتبر فترة الطفولة هي الفترة الرئيسية لظهور التشوهات القوامية. بالضبط صحيح، لأنه الطفل هو ببلش لما أو حتى الطريقة اللي بتكون أمه تحمله فيها، الطريقة اللي بتتعامل الأم فيها، فهي بتحدد قوامه. مثل ما حكيت صحيح، يعني أنا أجي أعطيكم مثال، لما يجونا العجايز أو إميات البنات يحكي لنا إنه افردي ظهرك، إنه العرسان بيجوكي نعف، بتعرفوا هذا هو القوام، يعني إنه ما تكوني حاني ظهرك، ما يكون عندك انحرافي أو في راسك إنه منزيت أو هيك، فهذا هيك بيكون عنا القوام. هلأ القوام تاريخيا عنا الإنسان منذ القدم، حتى من الإنسان البدائي اهتموا بالقوام، وبنشوف بالرسمات الموجودة حتى المكان عندهم الكتابة ومكان عندهم الرسم، كان موجود اللهم صل على سيدنا محمد
كان موجود عندنا رسامات على الحيطان بتبين إنه الإنسان منذ القدم اهتم بالقوام. فمثلاً نيجي للإنسان الحجري البدائي، فكركم شو كان قوام الإنسان الحجري البدائي؟ حسب عندنا أفلام كرتون كثير كانت تبين الإنسان البدائي، شو كنتوا تشوفوا؟ يعني شو كان يشد انتباهكم بقوام هذا الإنسان البدائي؟ مثلاً كان إن جسمه هيك صحي بتحسيه، لأنه كان يوكل مش إنه يوكل، إنه هيك بتحسيه إنه يعني عنده قوام منيح. كان عنده قوام منيح تمام ومبني بشكل منيح، بس الإنسان البدائي كان عنده حنية الظهر. الأعمال الشاقة أثرت. بالضبط بالضبط، انه سواء بالصيد اللي بيقوم فيه، انه خلص انه هو تربى على انه قوامه يضل هيك طول عمره، فهذا اثر عليه، فهذا عندنا بنسميه انحراف قوامي. فكان عندنا الانسان من زمان زمان يحاول انه يبين قوام الانسان. كان اول إشي يشوف شكل الجسم، فبعد ما يشوف شكل الجسم بيوضع معايير نموذجية بتحدد تركيب الجسم وأبعاد قوام الجسم، وحكينا إنه بيعتمدوا على ذلك بالمفاصل بين كل جزء من أجزاء الإنسان. فهلأ إنه كان برضه زمان مش زي هالحين يدرسوا القوام، بس كانوا يحطوا الإنسان يدرسوا قوامه من خلال الوقوف، فبين عنا إنه كثير من الناس يملكوا عنا قوام معتدل. هل القوام المعتدل فينا نعرفه كالتالي، إنه اعتدال القامة. شو يعني اعتدال القامة؟ عنا العمود الفقري في جسم الإنسان مستقيم، عنا الرأس فيه، عنا رأس الإنسان برضه مستقيم، لا منحنى لا قدام ولا شيء، بضل هيك قائم، فهاد ببين عنا بضل قائم، فهاد ببين عنا بتوقف على سلامة الجهاز العصبي الموجود عند الإنسان، بتمثل في إنه سلامة الجهاز العظمي، سلامة الجهاز العضلي. فهنا الجهاز العصبي شو دوره؟ فهو اللي بيقوم بالإدارة. شو يعني بيقوم في الإدارة؟ فهو اللي يعني كيف هو المحرك الأساسي للقوام في جسم الإنسان أو للهيكل العظمي الموجود عندنا في جسم الإنسان. هو اللي بعطي هو خلص الأعصاب هي اللي بتعطي الإذن لهاي المفاصل الموجودة لنا بأنها تتحرك وتعطي القوام للإنسان. شو يعني بتعطي القوام للإنسان؟ بتأمر العضلات، الجهاز الهيكلي اللي هو العظام الموجود عندنا، بتنفيذ الحركة اللي بتعطيها العصبي، زي ما حكى الجهاز العصبي، زي ما حكى الإنسان البدائي. كان أول إشي يجي إنه في عمليات الصيد مرات إنه يضل يستنى في الحيوانات، فيضل إنه مكوس ظهره، فهاد أثر على قوامه لأنه الجهاز العصبي عنده خلاه يعمل هاي الحركة، وطول فترة عمره طول ما هو بيعمل هذا النشاط الصيد وهو مكوس ظهره، فبضل خلص عنده ماخذ نفس الشيء. والألياف العضلية إنه بدنا نعرف إنه هي مش كلها بتعمل في وقت واحد، فعنا بعدها بنبسط بعدها بنقبض، وهاي بتحافظ على القوام المعتدل. عنا في حالات الانبساط، في حالات انبساط العضلات أو انقباض العضلات. فهمتوا ولا أعيده؟ بدي أحكي شغلة هسه. مثلاً في أعضاء الجسم، مثلاً عضو يكون حجمه زيادة مثلاً، أو إن عضو زيادة هيك بيأثر، صح هذا الإشي على القوام؟ زيادة بالوزن، زيادة بالوزن صح؟ قصدك؟ بالوزن بتأثر على القوام، لأنه هون بصير عنا ثقل على جسم البني آدم، فمرات إنه لما ما يكون في عنده توازن ما بقدر مثلاً يخلي ظهره مستقيم، ما بقدر يخلي ركبته مستقيمة، بعض أعضاء جسمه الثاني أو بين المفاصل بصير كأنها هيك ثانية بسيطة فيهم، فهذا أكيد طبعاً رح يأثر على حالة توازن جسم الإنسان وعلى قوامه. فهم بيكون هون عنا ما بيكون عندنا قوام معتدل، بل يكون عندنا وجود انحراف قوامي. فحكينا باختصار انه القوام المعتدل وجود الجسم في حالة توازن، وحكينا انه في حالات زيادة الوزن هذا التوازن ما بيقدر يحققه جسم الإنسان،
فهاد بيساعد الإنسان على القيام بأنشطة الفسيولوجية، أي بأنشطة أعضاء الجسم المختلفة بأعلى كفاءة وأقل جهد في نفس الوقت. وبنعرف أن القوام بيأثر على كل شيء أخذناه، سواء بحمل التدريب، سواء بالاستشفاء أو فترة الاستشفاء، أو كل هاي بيأثر عليهم القوام المعتدل للإنسان. تمام. هلأ بعد ما حكينا عن مفهوم القوام، حكينا عن مفهوم القوام المعتدل، هلأ رح نحكي إشي عن اسمه تشوهات القوام أو عيوب بتكون ظاهرة في القوام. عندي سؤال. رح هلأ نحكي عن، هلأ إحنا حكينا عن مفهوم القوام، مفهوم القوام المعتدل، رح نحكي عن التشوهات اللي بتصير عندنا بالقوام أو العيوب القوامية الموجودة عندنا. دينا. تفضل دكتور. في حدا بده يسأل جوليا غني. جوليا بطلت تسألي؟ هلا عندي سؤال. هلا في ناس بنولدوا بمشكلة إنه بتكون عندهم القدم أقصر من القدم الثانية، تمام؟ فهلا بكون في ضغط على القدم الأقصر، فهذا بيأثر على القوام. طبعا يعني هاي التشوهات، في تشوهات قوامية موروثة خلقية، وفي تشوهات قوامية بيئية، هذا تعتبر خلقية يعني وراثية. هي طبعا اكيد يعني انت لما يكون في عندك جهة مش متوازنة مع جهة، حتى مش فقط راح تأثر فقط في المشية، راح تأثر على نمو عضلات في جهة، وراح يصير عندك في منطقة العمود الفقري مشكلة ثانية. يعني الله يعينه. كملي يا لينا. هلا بعد ما عرفنا مفهوم القوام، وبرضه حكينا انه راح يكون في عنا عيوب وتشوهات قواميه، انه اجوا العلماء فحكوا عن انه القوام الموجود عندنا مش بس شكل الجسم، مش مواصفات الجسم، انه هذا واقف وقفه مستقيمه، انه هذا عنده قوام ممتاز، لا، بل ربطوا بالعلاقه الميكانيكيه. شو يعني العلاقه الميكانيكيه؟ هو العلاقه بالحركه، والعلاقه بالحركه بالاجهزه الجسم المختلفه، الهيكل العظمي وقدرته على التحرك والمرونه اللي بتكون عندنا، الجهاز العضلي اللي عندنا الاهم الجهاز العضلي والجهاز الهيكلي الجهاز الهيكلي زي ما حكينا بالضبط. فكل ما هاي كانت عندنا شكل جسم مناسب، عندنا علاقة ميكانيكية حركية منظمة بين الهيكل العظمي والجهاز العضلي، فكان هون عندنا جهاز عظمي. وعندنا علماء يجوا من الإنسان مثل ما حكينا إنه هو عبارة عن مكعبات متراصة. شوفوا الصورة اللي عندنا هلا، مكعبات متراصة، هي عبارة فينا نحط كل مكعب بين المفصل والثاني، بين المفصل والثاني، فهيك كان وصفهم لجسم الإنسان. فهلأ رح نحكي عن الانحراف القوامي. حسب فكركم أنتم شو يعني انحراف قوامي؟ حابب يجاوب؟ ممكن أن يكون هذا انحراف في الغضروف. مش سمعينك جوليا. ممكن يكون عنده انحراف في الغضروف. صوتك مش طالع. إنه ممكن يكون عنده انحراف بالغضروف. سامعة؟ بالضبط. بس أنا بدي أحكي يعني شو يعني انحراف. انحراف هو بشكل عام. أنا أحكي. تفضلي جنى. إن الانحراف يعني تغير في شكل عضو من أعضاء الجسم كله أو جزء منه يعني. وإن انحراف عن الشكل الطبيعي، وإن في أسباب للانحرافات يعني. بالضبط مثل ما حكى جنى. هلأ الانحراف عنا إحنا بنعرف شكل أعضاء جسم الإنسان الخارجي، بيبين عنا الإنسان المستقيم. بس الانحراف بيصير عنا تغير في شكل عضو أو أعضاء في جسم الإنسان موجودة عنا. فحكينا هاي التغيرات أو الانحرافات إما بتكون طبيعية خلقية، أو بتكون عنا البيئة المحيطة شكلت في عمل هاي الانحرافات، وهي عادات إنه كان الإنسان يتمسك فيها. فكل ما زاد عمره بزيد إنه تمسكه في هاي العادات، فبتشكل عنده انحراف
إما في جزء من أجزاء الجسم، مثلا عندنا زي ما حكينا الأهم إشي انحراف العمود الفقري إنه يكون مقوس، أو انحراف كلي بكل أعضاء الجسم. يعني شوفوا الصورة الثانية عندنا هون تحت، هاي الموجودة هون مثل ما حكى الدكتور، شوفوا هون عندنا انحرافات بجميع أجزاء الجسم. تمام، هون عندنا أول إشي إنسان عنده قوام معتدل، بس ثاني عندنا انحرافات. شوفوا المكعبات اللي وصف العلماء إنه الإنسان بتكون مجموعة مكعبات، إنه منحرفة، مش جاية بشكل، بالصورة الأولى جاية بشكل مستقيم، بمعنى دل على إنه عندنا وجود قوام معتدل. أما بالصورة الثانية عندنا مربع جاي هيك ومربع جاي هيك، فهاد ببين إنه عندنا انحراف قوامي. أما بالصورة الفوق ببين إنه عندنا انحراف قوامي بشكل جزئي. فنشوف الرأس كيف انحراف الرأس موجود عنا. هذه يلينا بتبين النسوة، هنا بتبين القوام المثالي. القوام المثالي اللي بتكون القدمين للأمام، الركبتين فيش فيهن لا تقوس ولا فيهن استكاك في الركبتين، منطقة الظهر ما فيش تقاعر في منطقة الظهر، ومنطقة فيش تحدث في منطقة الكتفين، وهنا بكون الرأس عمودي على الكتفين، وهنا النظر بكون للأمام هذا بشكل طبيعي. ولازم تكون الذراعين ممدودة لتحت بدون ما تكون في استدار للخارج أو للداخل، لأن أي خلل في هذه المنطقة، هذول المكعبات يعتبر انحراف قوامي. يعني لو إحنا نريد نحفظ شو الانحرافات القوامية، بنقول هذا المكعب تحرر، أو هذا المكعب تحرر، أو هذا المكعب تحرر، أو هذا المكعب، أو هذا المكعب. أي خلل بصير في أي مكعب يعتبر تشوه قوامي. يعني إذا كان في عندي في هذه المنطقة، صار عندي سقوط في منطقة الرأس أو انحراف في منطقة الرأس للجانب أو للأمام، هذا بصير عندي له تشوه. هنا في منطقة الكتفين شو اللي بصير عندي؟ إما بصير في عندي استدارة في الظهر، أو بصير في عندي اللي هي تحدث في منطقة الظهر. في المنطقة هان في المنطقة القطنية، أو بصير في عندي تقعر في منطقة القطن ناتج عن إيش؟ عن لبس اللي هو شو بسموه الكعب العالي والحمل والنصاحة عند الزلام وشي كده. في منطقة القدمين رجليها في عندي مشكلة بتصير عند الركبتين، بصير في عندي تقوس في منطقة الركبتين أو استكاك في الركبتين. إذا بتشوفون في ناس بتكون الركبتين عند بعاد عن بعض، بعاد عن بعض، بيكونوا في هذا الشكل، نسميها التقوس في منطقة الركبتين، أو بيكونوا الركبتين شو مكربات من بعض زيادة، وهنا بصير عند استكاك في الركبتين. وإذا نزلنا لتحت في عنا هنا في إشي بسموه القدم المفلطحة، اللي بتصير عنا نتيجة اللي هو القوس القدم اللي هو الفلات فوت اللي بصير عند الناس. هذا التشوهات القوامية بشكل عام اللي بتصير عند الناس. طب السؤال اللي بيطرح نفسه اللي بدي أسأل الشيء وأسأل الجميع، هل التشوه القوامي موروث ولا بيئي؟ هذا سؤال. إيش دكتور؟ هل التشوه القوامي اللي بصيبنا موروث ولا بيئي؟ لا موروث وبيئي. موروث وبيئي. موروث وبيئي. طبيعي جدا، لأن في عندي شغلات موروثة، هي جينات وراثية، تيجي نتيجة شجاجة العظام، نتيجة خلل موجود عند الوالدين، نتيجة إصابة الوالدين بأمراض معينة، زيجة الأقارب بتسوي أحيانا هذه الأمور. هو دكتور وراثي، بس انه برضه بصير بيئي في حاله انه يعني حسب الظروف اللي عايشها مثلا. يعني هو بيقدر يخلق من حاله انها يصير عنده مشكله من البيئه اللي عايش فيها. لا احنا بنحكي انه في جزء وراثي بيجي من الوراثه، يعني في شغلات بتيجي موروثه، يعني في عندنا القدم المخلبيه مثلا بتيجي مرات موروثه، هشاشه العظام اللي بتساوي عنا استكاك في الركبتين بتيجي موروثه. في عنا مثلا ناس عندهم شغلات معينة بتورثها لأولادها، يعني هذا من نتيجة الوراثة. لكن في شغلات بيئية، يعني جنى مثلا، جنى صور، جنى بتضل كادة على اللابتوب، كادة تدرس وما نعرف إيش، بعد فترة راح يصير في عندها تحدث في منطقة الظهر، نتيجة إيش؟ نتيجة أخذها لأوضاع معينة لفترة طويلة. مثلا جوليا بتروح على بتطلع جبال وهي شايلة الشنطة على ظهرها، أو بتمسك الكتب في جهة معينة من على جهة اليمين، هي راح تقوي جهة حساب جهة، فراح تصير البيئة هي اللي تدخل في الموضوع. نتيجة استخدامنا بعض الأحذية، نتيجة استخدامنا بعض الأشياء المختلفة، يعني هي اللي ممكن تخلق عنا البيئة. أحيانا الحروب، ما
بتساوي عندنا تشوهات قوميه، يعني القصف اللي بصير على غزه، القصف اللي بصير في سوريا، هذا راح ينتج عنا تشوهات قوميه راح تصير عند الناس نتيجه الحوادث والحروب والاصابات اللي بتصير. ايضا في عندنا امراض بتصيبنا احيانا لما يصير عندنا هشاشه عظام او خلل في غده معينه راح تساوي عندنا تشوهات قوميه. فالتشوهات القوميه يعني وراثيه وبيئيه، واحيانا وراثيه بيئيه، يعني ممكن تكون استعدادي الوراثي هو اللي يحول لي لهذا الشيء. طب السؤال اللي بدي اساله، هل التشوهات القوميه ناحيه جماليه ولا ناحيه مرضيه؟ طبعا ناحيه مرضيه، يعني لا نقاش فيه. طب تقدري انت، انا بديش اناقشك، تقدري تقنعيني في الموضوع اللي طبعا مرضية. يعني مثلا شوف انسان سليم عنده قوام معتدل، شوف كيف حياته، كيف يمارس سعاداته او انشطته اليوميه بكل نشاط، وكيف ببين انه مرتاح واثق بحاله، خلص انه بمشي مشي معتدله وهيك، يعني انه عارف انه زي ما حكيت لك انه بكون مرتاح مرتاح وباله هديان في دكتور؟ في حدا بحب اعقب؟ ممكن احكي شيء؟ هلا ممكن، هلا عشان مثلا هلا احنا بمجتمع باختصار انه يعني مجتمع متقدم، صار عندنا مثلا في ناس عندهم بكون تشوهات، فلنفرض هلا ممكن نستخدمها مثلا، هلا ممكن يكون في عندنا مثلا عارض اجزاء، ممكن نستخدم هاي الاشياء من ناحيه جماليه، انه مش انه فقط انه زي مرض ومثلا انه لازم يعني تكون بقوام مثلا منيح وسليم، ممكن هذا يكون شيء جمالي يستخدمه هذا الاشي، يعني جانب فني ممكن. أنا ما فهمتش عليك مزبوط. يعني دكتور هلا في ناس مثلا في عارض أزياء مثلا فلنفرض عنده مثلا تشوه في القوام، تمام يعني يأخذ واحد يشتغل عارض أزياء وعنده تشوه قوامي؟ لا، فلنفرض إنه في عارض أزياء عنده مثلا تشوه قوامي، أوكي؟ ما بأخذوش واحد عارض أزياء عنده تشوه، مش عارض، لا عارض يعني عارض انه من ناحيه، انه مش انه من ناحيه فنيه، فهم كيف؟ انه ممكن يستخدم انه هذا التشوه لإشي فني، يعني في كتير اشياء يعني ممكن حتى يستخدموه مثلا بالافلام خلينا نفرض. طيب يعني كمل. انه يعني هيك، انه مش انه يعني مش شرط انه لازم يكون هو لازم يكون سليم طبعا، بس انه صار احنا دائما يعني حتى اللي بيكون عنده إعاقة أو لا سمح الله عنده إشي معين، إحنا لازم ندمج في المجتمع، بس إحنا نحكي عن الموضوع أن هذه الأمور قد تحدث سلبيات، هل هي ناحية جمالية ولا مرضية؟ إحنا المرض ما بنعيبه على الناس، ما بنكون هذا عنده إشكالية، لا بالعكس، إحنا بنكون نساعد أي بني آدم عنده مشكلة حتى يتجاوز هذه المشكلة. ليش إحنا بنشرح القوام؟ مشان نحاول أن ما نوصل الناس للتشوهات القومية. لكن هذه التشوهات القومية ليش احنا نشرح عنها؟ احنا كنا انها مش ناحية جمالية بس، لان زمان وكونوا بالشكل الحلو او الشكل الجميل او الشكل المرتب على اساس انه بس من ناحية جمالية، مشان كما قالت لك قبل شوي لينا بكونوا لها سند ظهرك بجوج العرسان مش عارف شيء اخترتها، وانا اول مرة بسمع فيها هذه القصة. بس اي لينا شو المثل اللي قلتيه؟ والله هيك دكتور، يعني العجايز او اي حدا ضلكش ثاني ظهرك امشي وانت رافعه راسك وظهرك ابصر شو من هالحكي. فهي ليش قالتها مثلا هذا؟ يعني بك تضر ارفع ظهرك شد ظهرك ما عارف ايش، مشان تبيني في قامه جميله عشان الناس تنتبه لك انك كناحيه جماليه. لكن المشكله مش بس انها ناحيه جماليه، المشكله من ناحيه صحيه. يعني لو لاحظنا هون مثلا في هذه المنطقه، منطقة الصدر، لما يصير في عندي استدارة في منطقة الظهر أو انحناء في منطقة الظهر، طب شو الأجهزة الموجودة هون؟ أنا عندي الجهاز التنفسي، القفص الصدري، صح ولا لا؟ والقلب، أنا أجهزة حيوية. إذا أنا هون القفص الصدري لما يصير ضغط عليه راح أثر على السعال الحيوية الموجودة عندي، يعني راح يصير في عندي مشكلة في منطقة التنفس، ممكن يشكل ضغط على القلب. لو نزلنا لتحت هون في منطقة القطنية، هنا في عند الكلى وفي عند الكبد وفي عند الأمعاء، في عند جميع الأجهزة الحيوية بتشتغل في الجسم، أي منطقة وضغط عليها غير أنه عندي أصلا العمود الفقري اللي هو أساس في قامة الجسم راح يأثر على الأعصاب والديسكات اللي بتصير هنا نتيجة أنه صار في عندي ضغط، هذا
احنا على ناحية مرضية ما ظلناش في ناحية صحية. لو نزلنا لتحت عند الركبتين هون الغضاريف والعضلات وراح يشكل ضغط هائل على العضلات نتيجة وصولنا لتقوس أو اصطكاك في الركبتين. ونفس اللي يجي تحت لما يصير في عندي في منطقة القدم منفلطحة وهبوط القوس، بنعرف هذا القوس احنا شو الهدف منه، انه يمتص الصدمات على الأرض لما احنا نقفز مثلا أو ننط على مكان عالي. فهذا القوس دوره ايش؟ انه يمتص الصدمات هذه. إذا هذا القوس راح يصير في عند ضغط هائل على منطقة القدمية، فهي بطلت ناحية جمالية فقط مثل ما ست لينا قالت لها ارفع ظهرك عشان تتجوزي ولا عمري عشان تتجوزي، هي صار الموضوع أكبر من صار الموضوع في جوانب صحية راح تصير في عندي نتيجة هذا. فهذه التغيرات القومية والتشوهات القومية الناتجة عن إيش؟ وأنت بنقول بني آدم وضع صحيح إذا كانت العلاقة الميكانيكية اللي بتربط بين العظام والعضلات والأربطة والأعصاب علاقة عالية. إذا صار في خلل في هذه العلاقة بين العظام، يعني صار عندي مشكلة في العظام، صار عندي مشكلة في العضلات، صار عندي مشكلة في الأربطة، صار عندي مشكلة في الجهاز العصبي، معناها راح يصير عندي في خلل قومي. فحتى ما يصير عندي خلل قومي أو أن البني آدم ما يصير عنده خلل قومي، لازم تكون العلاقة الميكانيكية اللي تربط بين هذه الأجهزة سواء الجهاز العصبي والعضلي والعظام والأربطة تكون عالية جدا، بحيث أنه ما يصير في عندي تقدم لأي مكعب من هذه المكعبات. طب شو التشوهات القومية اللي ممكن تصير عندنا لنا؟ أول تشوه خلينا نحفظها هيد ناشر نروح الكتاب. أول تشوه بصير في منطقة الرأس، وجينا على المكعب هون بصير عندي سقوط في منطقة الرأس، أو بصير في عندي اللي هو سقوط للجنب أو للأمام. هذا السقوط أو الحراف في منطقة الرأس لما يصير عندي خلل في قاعدة الرأس هذه المنطقة ويصير في عندي ضعف في عضلات الرقبة الخلفية أو الأمامية، راح تلاحظ إنه راح يصير في عندي إيش؟ إما بميل للجهة هذا أو للجهة السفلى، لأن أغلب التشوهات القومية بتصير يا جماعة ناتج إيش؟ نقص أو ضعف في العضلات الأمامية على حساب العضلات الخلفية، أو قوة في العضلات الأمامية على حساب العضلات الخلفية. فلما يصير في عندي ضعف قوة في عضلات المنطقة الأمامية للرقبة واستطالة في العضلات المنطقة الخلفية، على طول هذول راح تسبب ان هذول ايش؟ راح تكسر عضلة لما تكبر بتكسر وبتصير شد الجسم لعندها وصراحة يصير في عنده سقوط للرأس. من التشوهات القومية اللي بتصير الثانية، طبعا هذه جميعها لها تمرينات تشيل جزء موجود على التشمب الدوسية، ان شو التمرينات؟ وهي تمرينات بسيطة انك انت يعني تكون في هذه التمارين، مثلا تلف راسك بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه أو للخلف أو للأمام، أو ممكن تمسك راسك بهذا الشكل وتدفع مشان تقوي العضلات الخلفية، أو إنك تنام على البطن وترفع المنطقة هذه مشان تقوي العضلات اللي صار فيها طول في هذه المنطقة مشان إنه غير. لو نزلنا لتحت بصير في عندي نوعين من التشوه القومي، في عندي تشوه استدارة الكتفين أو تحدب في منطقة الكتف. في هذه المنطقة بتلاقيها إيش؟ بتلاقيها متحدبة، يعني شو نزلت بهذا الشكل، يعني صارت لتحت العضلة. هذه أغلبها بتصير ناتج عن المهن، عن طريق اللي بتصير عند البنات مثلا في فترة البلوغ لما يصير في عندنا تغيرات في شكل الجسم وبروز منطقة الصدر، ففي بنات بيستحوا إنه يظهر عند هذا الشيء، فبتلاقيهم إيش بصير يظهر يحمل الجسم، فبصير في عندنا إيش تشوه في هذه المنطقة. وممكن تكون ناتج عن المهن، لأن نكرس فترة طويلة بالأخص الأولاد الصغار لما يشيلوا الشنطة الصبح ويحطوا الكتبات فيها، وتكون البلد على شكل جبل ويصير هو طالع يحني في جذع على تحت، فمع الوقت مع نتيجة العمل لفترة طويلة بصير فيها تحدب في منطقة الظهر أو استدارة في منطقة الكتفين، وهذا بتأثر على اللي هو الأجهزة الداخلية. هذا المشكلة التحت بتصير في المنطقة القطنية، المنطقة القطنية بالأخص عند البنات يا جماعة. البنات عند المشكلة هذه بتصير باستمرار، أغلب النسوان بتقول لك آخي ظهري دائما قاع ظهري برجعني، أسفل الظهر برجعني، المنطقة القطنية بترجعني. ليش؟ عدة أسباب، الحمل إلى دور نتيجة أن البني آدم، هذا البني آدم لاحظوا مركز ثقل جسم هذا البني آدم موزع في هذه المنطقة، ففيش عنده بروز للأمام ولا للخلف. لما أنا بلبس الكعب العالي مثلا، لاحظوا البنت لما تلبس الكعب العالي شو بيصير في الجسم؟ بدي يدفع للأمام، فأنت بدك تقاوم هذا الدفع. الكعب العالي 10 سنتي اللي بتلبسنا مشان الواحد تبين طويلة،
فبصير في عندي خروج من مركز تكر الجسم، فانت بصير بدك انت تعدل مركز تكر الجسم، فبصير الضغط على هذه المنطقه وبصير شد في هذه العضله. في بنات شديد بيعانوا من هذه المنطقه اللي هي عضله توأميه، بيعانوا انه بصير في عندهم شد. كثير بنات بقول لك دائما بصير مشد في هذه المنطقه، البنات اللي بلبس الكعب العالي. طب شو السبب؟ بروح على دكاتره لهذا الشيء. اغلب المنطقه اللي بتتاثر هذه المنطقه نتيجه انك انت تقدم من الكعب تبعك، صار في عندي تقدم في منطقة الجسم، فأنا شو بدي يصير في عندي؟ بدي يصير عندي ردة فعل عكسية للخلف، بصير ضغط على هذه المنطقة شوي شوي، بصير نعاني من الديسك نتيجة اللي هو تقعر منطقة القطع. لأن لو نزلنا لتحت في العضلة، طبعاً إلها تمارين هذه كيف ترجعها، إنك أنت تقوي هذا العضلة، في تمارين لعضلة الظهر بإمكاننا نستعين فيها. منطقة الرجلين هذا بصير في عندي إما استكاك في الركبتين، أو هذا مشكلتنا يعني أغلبها بتصير نتيجة إن إحنا ابننا بس تخلف الولد على خير هذا الدار، بصير واحدة جايب هالولد مش مسكة حالة، بتيجي ستها ست الولد بتشيله وبتوقفه، وهذا بتوقفه وهذا بتوقفه، وبس يصير بلش يمشي مثل مشي مسافات طويلة شوي شوي، نتيجة إن العضلات هذه والأربطة الموجودة هم العظام الساعد ما هي قوية لتتحمل الضغط الموجود عندنا. فبصير في عندي إما المنطقة هذه تطلع لبرا، بصير في عندي اللي هو استكاك في الركبتين أو اللي هو تباعد في منطقة الركبتين. هذه نتيجة إيش؟ إحنا استهتارنا أو جهلنا في هذا العمل. لكن في بعض التمارين وفي بعض التمارين ممكن ترجحهم في هم بربطوا هذه المنطقة في حزام، أو إذا بكون في استكاك في الركبتين بحطوا مخدة بين الرجلين هون وبربطوا هذول المنطقة مشان إيش؟ يردوا يعودوا المنطقة الطيبة. لا في عندي تحت اللي هو هبوط في كوس القدم أو يسموه الفلات فوت، هذا كان زمان يساوي مشكلة لكن اليوم بطل يساوي مشكلة لأنه صار يعتبرون إنسان طبيعي. ممكن تسوي له بعض العمليات إنك ترجع كوس القدم في حالة واحدة، إذا كانت العظام تصل بتصيب الأرض، إذا كانت العظام تصل بتصيب الأرض. لكن هذا الكوس ممكن نحن نعدله، ممكن نغيره، ممكن نسوي معه شغلات كثيرة من أجل إن يعني ما يظل في مشكلة. يعني بعض زمان كان في كليات العسكرية وفي كليات التربية الرياضية ما يقبلوا هذا الشخص، يكون أنا بكون أعتبره إنه يعني ممكن إنه بتعب بسرعة، اليوم لا بط صار يقبلوا. هذا الكروس مشكلة إنه ببين عند الناس إجماع بعد 4 سنين 5 سنين، لأن كل الأولاد صغار إذا تبحر على الكروس عنده بتلاقيه فلات فوت، لكن بعد 5 سنين بصير يبلش عنا بشكل صحيح. هذا ممكن تمرين نستخدمه وقت فروس الأصابع ونلف الأصبع الأصابع بهذا الشكل. ممكن نحط تحت القدم هنا رول صغير ونصير ندحرج فيه مشان نرجع كروس القدم. وفي ناس بيقول لك لا مشوا على الرمل أو على إشي طيني بحيث أن نرجع كروس القدم هذا للجهة الصغيرة. ما رجع كروس القدم بدك تستخدم اللي هن اللي بسموهن الأحذية الطبية اللي فيها أو الضبان، بستخدم الضبان مرة لهذا الإشي. طيب إحنا خلصنا، إذا في حد عنده استفسار عن الموضوع بنفع أحكي إشي؟ طبعا بنفع تعطينا واجب أنه يحسن من علامتنا؟